حاجة تانية كمان، أوقات نهاجم يعني، زي حاسس إن أنا هتغلب أو هطلع غلطان، مفيش مشكلة نطلع فبرفع غلطان، الصوت. فأروح معلية صوتي أو هاجمه في حاجة تانية، عارف إن هو أما أنت مش منظم، ما أنت بترمي كل حاجة في حتة، ما طب ما إحنا دلوقتي في إيه؟ الهجوم ده طبعا عندنا المثل، اتغدى بيه اتعشى بيه ولا اتغدى بيه قبل ما يتعشى بيه، ان ايه عايز اكله في الكلام. والحقيقه عايزه اقول في ظلم في الحته دي، اوقات يبقى طرف شاطر قوي في الحوار وفي الرد وعنده عضلات كده في الكلام بديهية في الكلام، والتاني يكون مش شاطر في التعبير ومش بيعرف يجيب نقط ويغلب في الحوار، فده يخلي اللي حاسس انه ضعيف ممكن يهاجم، او القوي يستقوى على الضعيف، وده حرام. لا ليه؟ لان احنا عايزين نوصل لحل، مش عايزين نغلب. طب وايه يعني لو انا غلبت وهو تاذى؟ ما كسبناش حاجه. ما بنرجع للنقطه الاولى، ما فيش فايده، بيفقد الرجاء. ما بحكي وبحكي وما فيش فايده، ما فيش فايده، خلاص افضل شيء السكوت. بالظبط، وده غلط. الخرس الزوجي ده يخرب البيت فعلا. في جمله انه الجواز هو مختلف عن اي لعبه. أيوة. اللعبه الوحيده ان يعني اما ان يكسب الطرفان معا او يخسر معا. فيش واحد هيكسب والتاني يخسر، لازم نكسب مع بعض. نعم. لان احنا هدفنا الواحدة، وعندي مركب واحد اتخرمت من عنده من عندي ما نغرب، فبالعكس احنا الاثنين نسد الخرم من اي ناحية، لان ده لسلامة البيت. الخرم يعني الثقب. الثقب فمش مكسب ان اقول له لا ده اتخرمت من عندك، مش مكسب. المكسب ان احنا الاثنين، بالعكس اللي بتقاطع دي جوزها اللي يساعدها نبطل تقاطع، يشاور لها مش احنا اتفقنا ما نقطع؟ طب استني علي خلاص الجمعة. ولما هو يقول هاتي من الاخر تقول له مش احنا اتفقنا انك تسمعني، انا انك تسمعني ده اهم من انك تديني اي حل. فنساعد بعض، نساعد بعض في المهارات انها تتطور.